السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. الحلقه ديال اليوم على الناس اللي كتستغل الازواج ديالها باش كيعملوا منهم محتوى. شنو الراي ديالكم؟ اخي ابراهيم شنقول لك؟ الله يهديهم ويسلم. شنو نقول لك؟ حيت باش يعني تبين راسك باللي انت مريض، باش تجيب واحد اخو يتعاطف معاك وانت بصحتك وكتداعي بمرض، ما نكذبش عليك، ما تنساش ديك الصحه اللي عطيك الله. والله نسال الله عز وجل يعطيك واحد الصحه يعني باش تدمر بها وتخرج تجيب بها رزقك، ماشي باش تمشي تبقى تطيح بنفسك وتطيح بقيمه ديالك باش يجي واحد اخر يتعاطف معاك وباش مثلا يوفر لك واحد لقمه العيش. ما نكذبش عليك، بالنسبه لي الانسان بحال هذاك ما نكذبش، ما كتجبر ما تقول له. والله صراحه الله صعيب الحال، كاملين نقدروا نعملوا ذاك الشيء هذاك، كاملين نقدروا، اي واحد يقدر يعمل ذاك الشيء هذاك، اي واحد كيما بغى يكون. هو الفرق اللي كاين اللي بنفسه كينوض يجيبها كيتحارب عليها مما بغات تكون، وكاين اللي ماشي بنفسه كيبغيها بارده جالس يجي واحد اخر يصرف عليه. وذاك كاين واحد النوع الثاني اللي كيبغي يتزوج كيدي مراه باش يعمل منها غير محتوى وصافي. هذوك بحال كيقولوا ستاج الاخراني هذوك، خلاص صراحه الله انا بالنسبه لي اليوم الفكره ديالي والقناعه ديالي مجرد يعني انسان يخلي مراتو يعني تلبس ديك اللباسه ولا يوريها بنادم ولا تخرج شي محتوى ماشي هو هذاك، صراحه الله هذاك والله محسوبين شي معرجه مره. هادشي هذا ما خدامش يا خو، حتى كان الراجل كاع ما يعمل داك الشيء هذاك الخاو. دابا يا خو تيبيا المراه ديالو فيها خور والو الخاو، دابا سي الناس بيا المراه ديالك شوفها واحد اخر مع الريا وما هادك باش تجمع فلوس. هادشي هذا ما خدامش، هادشي هذا راه ماشي ديالنا، هادشي هذا النصارى. دابا انت واش مجوج ولا ما مجوج؟ والو باقي مجوج يا خي ابراهيم. انت واش تجوز تقدر تبيا المراه ديالك في السوشيال ميديا؟ لا والو ما قدرش يا خي. وعلى الزعما؟ ما يمكنش انا المراه ديالي يشوفها واحد اخر، ما يمكنش. شنو غتقول هادو اللي كيعملوا هاد المحتوى بحال هكا؟ الله يهديهم، هادشي اللي كاين، هادشي هذا راه ما خدامش، هادشي هذا كيبغي يرى ربي لا عبدو. دابا كاين اللي كيعمل داكشي في محترم، واش كتحترم يبين براسو؟ أولا ما خصكش يبين براسو؟ لا ما خصوش يبين براسو، مرة ما كتبانش المرا ديالها الدار، ما تبانش المرا ديالها ربي العواول، والراجل الخدمة ديالو يجيب قفة العواول. تبارك الله. تحية. خاي إبراهيم تحية لصناع المحتوى، وحنا الحمد لله ماشي هانيين. ولكن واكلين شاربين الحمد لله، وماشي تيك توك اللي كيرزق ولا اوروبا اللي كترزق، دعوة الوالدين اللي كترزق. السلام عليكم. قبل ما تختار الزوجه اختار الام الزوجه، قبل ما تصاحب مع الزوجه ديالك تصاحب مع الام الزوجه ديالك باش تختار الزوجه، لان الدينامو ديال البنت هو الام ديالها، الام هي الام، الدينامو الحقيقي هي الام. اذا كانت الام صالحه تبارك الله، كانت الام فاسده بعد وليدي هرب هرب هرب. لان اول حاجه ملي تبغي تختار الزوجه سول شكون الرئيس في الدار، الا قالوا لك المراه سرتح ما تجيش تقرب. هذه كنصح بها الشباب. بالنسبه لهذا الشباب اللي مثلا كنشوفهم في عده مواقع يعني كيتباهى بانه كيعمل الزوجه ديالو بحال يعني صديقه ديالو، هذه يا اخي حاول ما امكن، يعني إلا كنت فعلا هاد الإنسانة بغيتيها يعني في الحلال حاول ما أمكن تبعدها على هاد الشيء هذا، يعني هاد الإنسانة راه هي ربت الأسرة ديالك، ربت الأولاد ديالك، يعني هذيك راه ماشي بضاعة تباع أولا كتعمل بمظاهر أولا كتعملها معاك يعني باش تدخل مصروف، لا هذيك إنسانة يعني مشروع، يعني الإنسان مشروع تجاري الأقم واحد هي الزوجة. يعني كنصح الشباب هاد المسألة هذه راه هي في الصراحه هي سبب الفشل، اكيد غتفشل يعني راه فشل، يعني من البدايه راه فشل. هذاك الشيء هذاك مشروع عندهم كيعملوه بيناتهم، حنا في الدين ديالنا ما كاينش هذاك الشيء. هذاك المراه ديالي حلالا طيبه خصها تبقى المراه ديالي، تقابل لي وليداتي، الشغل ديال الدار ما خصهاش تدخل هذا الميدان هذا مره. علاش هذا الشيء هذا فيه بزاف؟ غدا ولا بعدو تقدر تخونك مع اي واحد، تيك توك ولا انستغرام ولا هذا الشيء هذا كامل ما منوشي، فهمتيني؟ المراه في الدار خصها تخدم، تغسل الدار ديالها، تكسب عليها وليداتها، تهلا في الراجل ديالها، تعيش حياتها، هذيك هي المراه. اما دابا جوج طلق، جوج اليوم غدا تصبح تطلق، فهمتيني؟ خاوت هذا ماشي ديالنا حنايا، فهمتي؟ الوالدين ديالنا ما ترباوش على هذا الشيء هذا. شنو الرساله ديالك اللي توجهالو؟ والله يهديهم وما بقاوش يعملوا هاد الشيء هذا، حتى حنا ملي كنشوفوا ديك الشيء هذا كنملوا، حتى حنا ما نتزوجوا ما والو، فهمتيني؟ غنبقى سيلي باتير عايش مع راسي، حسن ما نجي مرايا انا غادا تخوني مع واحد اخر.
راه التيك توك يقدر يلاقيها مع عباس وسلام وبزاف فهمتي، فتحتي الطلاية على الطلاع والسلام. تبارك الله. يعني اللي كيستغل مثلا اللي مرات كيستغل المرض ديالو باش انه يعمل المحتوى، اللي كيستغل مثلا الزوجة ديالو انه يعمل المحتوى، صراحة الدائرة رجعت كثيرة فهمتي، كل واحد كيجري على الجانب المادي أكثر من الجانب الديني والجانب الاجتماعي اللي ولفنا عليه، خاصة أن التقاليد ديالنا ما كتسمحش بديك الشيء فهمتي كيفاش، أننا نبينوا الزوجات ديالنا بواحد الطريقة غير أخلاقية. حتى دابا كما كنشوفوا في الروتين اليومي وبعد بعض الأشخاص كيستغلوا عاود نقطة ضعف المجتمع، كيعرفوا باللي المجتمع ديالنا مجتمع عاطفي فهمتي كيفاش، كيستغلوا ديك النقطة الضعف كيبين المرض ديالو أنه كيعاني أنه شي مشكل كبير باش المجتمع يتضامن معاه ويكسب واحد الجانب مادي، هو من داك الشيء ما كاين منه والو. تلقوا كاملين اخي اللي ما بقيتش يما مراه يتلقى، تاني يماها تخدم عليها فهمتيني، اما تزوج بها وقال لك سري لي التينيف وقال لك خدام سياد سياد، هاي فسدوا المجتمع هو مفزود يزيدوا فسدهم اللي خالد مشى الرؤساء فرعوا الدنيا وما بقاو مليين مع الفيديو صار اللايف ما عرفش منين. سياد هاي خاوي اخي ابراهيم تبارك الله عليك اخي كريم. ابراهيم اخي الله يرضى عليك. انتينا قلتي كل شيء. وكان ننسى هذه نهايه الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو اللي ما جاو، تمشينا الراي ديالكم في هذا. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.